السلام عليكم. النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله هشرح لكم ازاي تاخدوا نسخه تقطيعيه للصور والفيديوهات اللي على الايفون بكل سهوله عن طريق الوصله فقط ومن غير اي برامج، والطريقه سهله جدا وانا لسه مجربها دلوقتي حالا، ودلوقتي هتابع يعني هشرح لكم ازاي تعملوا كده، ازاي تاخدوا نسخه من الصور والفيديوهات اللي موجوده عندكم على الايفون في اي مبلغ بطريقه سهله جدا. طيب يلا بينا نشوف. السلام عليكم، ودلوقتي هبدا زي ما قلت لكم انقل الصور من على الايفون الخاص بي على الجهاز بدون اي برامج. اول حاجه هنعمل هنشبك الايفون بتاعنا بالكمبيوتر عن طريق الوصله، وبعد كده هنفتح الباسورد بتاع الايفون لو معمول له باسورد علشان يظهر لنا عشان يظهر لنا على الجهاز دلوقتي. طيب انا دلوقتي هشبك الايفون بالجهاز اهو، تمام انا شبكت الايفون بالجهاز وظهر قدامي، طبعا مش هحتاج الايتونز في حاجه. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين ده الايفون بتاعي ظهر اهو، كل اللي انا هعمله هضغط عليه كليك يمين وهضغط على امبورت بيكتشرز اند فيديوز. طيب هضغط عليها هيظهر لي هنا كده، لازم افتح الباسورد بتاع الايفون. طيب يا جماعه انا هفتح الباسورد بتاع الايفون دلوقتي، دلوقتي فتحت الباسورد بتاع الايفون هجرب امبورت او عامل امبورت كوتشرز زي ما انتم شايفين. دلوقتي بيعمل لي بيجمع كل الفيديوهات وكل الصور اللي موجوده على الايفون بتاعي، وبعد كده هيحفظها لي على المكان اللي موجود. طيب دلوقتي انا هعرف ازاي اتحفظت فين، هضغط على امبورت سيتنجز، هضغط على الكلمه دي زي ما انتم شايفين هيظهر لي القايمه دي، هنا بيقول لي امبورت ايمجز تو. طيب هيحفظ لي الصور بتاعتي فين، هختار المكان اللي انا عايز احفظ الصور فيه بقى في اي حته مش مشكله، في الدي في السي في اي حاجه، بس الاضمن يعني في بارتيشن غير السي. والفيديوهات بتاعتي بيقول لي برضو عايز تحفظها فين، هنحفظها مطرح ما احنا عايزين زي ما انتم شايفين كده. وبكده كل الصور والفيديوهات اللي موجوده على الايفون هتتحفظ في المكان اللي احنا هنختاره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى يكون الشرح عجبكم واتمنى تشتركوا في القناه.